بسم الله. لنمر الآن إلى الحصة الثانية من درس الزوايا المحيطية. بداية نصح التمرين السابق. مزيان، هذا هو الشكل اللي كان عندنا سابقا في التمرين. إذا السؤال الأول، قيل لنا استخرج من هذا الشكل زاوية محيطية، ثم نبحث بعد ذلك عن الزاوية المركزية المرتبطة بها. يلا سؤال بسيط، يلا اعطيني زاوية محيطية في هذا الشكل. فعلا الزاوية BAC هي زاوية محيطية في هذا الشكل. نعم، وما هي الزاوية المركزية المرتبطة بها؟ صحيح، الزاوية المركزية المرتبطة بها هي الزاوية BOC. النقطة B على المكان ديالها هو هذا، تقين بالمكان ديالها هو هذا النقطة ديال التقاطع بين هذا الضلع وهذا الضلع. إذن هنا توجد نقطة B، هي مكتوبة شوية بعيدة هنا ولكن مكانها هو هذه النقطة. متفقين؟ مزيان. يلا دروكا نمر المرحلة الموالية. إذا قيل لنا في السؤال الموالي نبين أن المثلث OAB أنه متساوي الساقين في الرأس O. مزيان، هذا أمر عادي. إذا قلنا أو عندنا النقطتان A و B كما ترى تنتميان إلى الدائرة C. إذن المسافة OA تساوي المسافة OB، لأن كل منهما يساوي الشعاع، أليس كذلك؟ إذن المسافة OA تساوي الشعاع والمسافة OB تساوي الشعاع. إذن المسافة OA تساوي المسافة OB. متفقين؟ وبالتالي فإن المثلث OAB متساوي الساقين في الرأس O. نتذكر جميعا المثلث أو تعريف المثلث المتساوي الساقين. إذن هو كل مثلث له ضلعان متقيسان، وراه ما بين في الشكل هما اللي وضعت لهم رمز تقيس. هذا الضلع الأول هذا الرمز ديال التقيس ديالو، والضلع الثاني هذا الرمز ديال التقيس ديالو. متفقين؟ إذن الآن خلصنا إلى استنتاج طبيعة المثلث OAB. نشوفوا فاش غادي تنفعل. إذا ما دام المثلث OAB متساوي الساقين في الرأس O فله زاويتان متقيستان اللي هما زاويتي القاعدة. يلا فينا هما في الشكل. جيد، هما الزاويتان OAB، أقصد هذه الزاوية، و ABO زاويتي القاعدة متقيستان. متفقين؟ بحال مثلا في هذه الزاوية إذا كان القياس ديالها 50 درجة، كم سيكون قياس هذه الزاوية؟ صحيح، سيكون قياسها هو 50 درجة. إذا كان قياس هذه الزاوية مثلا 70 درجة، كم سيكون قياس هذه الزاوية؟ فعلا 70 درجة. متفقين؟ مزيان. إذا المثلث المتساوي الساقين دائما له زاويتان متقيستان، هما زاويتي القاعدة. الخاصية تقول ما يلي: إذا كان لدينا مثلث متساوي الساقين فإن له زاويتين متقيستين. يلا غنستفدوا من هذه المسألة هذه باش تعطينا واحد الفكرة على المرحلة الموالية. ماذا تعرف عن مجموع زوايا أو قياسات زوايا أي مثلث؟ كم يساوي؟ مجموع قياسة زوايا أي مثلث يساوي كام؟ صحيح، يساوي 180 درجة. مزيان، ودروك شوف معي. مثلا هنا باش ناخذ فكرة على الخطوة الموالية. مثلا إذا كان في هذا القياس 50 درجة، كم سيكون هذا القياس؟ فعلا 50 درجة. جيد، شحال بيبقى لهذه الزاوية A أو B؟ كم؟ 70 درجة، صحيح ولا لا؟ لا، بل 80 درجة. علاش؟ لأن 50 زائد 50 كم؟ 100. إن شحال بيبقى لنا باش تكمل 180 درجة؟
80 درجة. إذن إذا كان هنا عندنا 50 درجة وهنا 50 درجة، فقياس هذه الزاوية هذه اللي رأسها O هي هذه، سيكون قياسها هو 80 درجة. هذه الزاوية أقصد هذه الزاوية، متفقين؟ لأن مجموع قياسات الزاوية أي مثلث هو 180 درجة. الآن قلنا بأن هذه الزاوية قياسها هو 80 درجة. إحنا إذا افترضنا أن قياس هذه الزاوية 50 درجة، قياس هذه الزاوية هو 80 درجة. واخ، الآن انظر معي إلى هذه الزاوية، أقصد بذلك زاوية AOB أو AOC. AOC هذه الزاوية، هذه هذه العلامة عليها، هاي هذه الزاوية كم قياسها؟ صحيح قياسها هو 180 درجة، متفقين؟ 180 درجة. لماذا قياسها يساوي 180 درجة؟ يلا فكر مزيان. صحيح لأنها زاوية مستقيمة، الزاوية AOC زاوية مستقيمة، إذا قياسها هو 180 درجة، متفقين؟ مزيان. هذه اللي قلنا قبيلة اللي درت عليها علامة باللون الأحمر هنا، كم قياسها؟ كم قلنا قياسها في هذا المثال اللي خدينا هنا 50 درجة وهنا 50 درجة، كم قياسها؟ صحيح قياسها 80 درجة. جيد، إني شحال بيبقى لنا لهذه الزاوية BOC، هذه الزاوية BOC، لا تنسى بأن هذه النقطة راهي بي، BOC صحيح سيكون قياسها هو 100 درجة. جيد، إذن قياس هذه الزاوية هو 100 درجة. وشحال قلنا قبيله في قياس هذه الزاوية كم؟ نعم قلنا 50 درجة. إذن هو 50 يمثل كم بالنسبة للمئة؟ فعلا 50 هو نصف ديال 100، ها 100 إلى قسمنا على 2 بتعطينا 50، وهكذا توصلنا إلى البرهان على المتساوية اللي أعطونا في السؤال. ولكن هنا برهنا عليها في مثال خاص حينما يكون قياس الزاوية 50 درجة. إن هذه هي الفكرة، دروك خدينا الفكرة على طريقة البرهان، دروك ندخلوا البرهان بدون إعطاء الأمثلة، بلا ما نتكلموا على 50 درجة، تبقين؟ إذن المرحلة الموالية هي كما يلي. إذن غادي نذكروا في تفاصيل البرهان ما يلي: مجموع قياسات الزوايا أي مثلث هو 180 درجة، وسنعبر عنها بطريقة رياضية. إذا نأخذ هذا القياس ونضيف إليه هذا القياس مع هذا القياس سيعطينا 180 درجة، ونصيغ ذلك صياغة رياضية. بعد ذلك نذهب إلى الزاوية AOC التي هي زاوية مستقيمة، إذا قياسها 180 درجة، وسنعبر عن ذلك بطريقة رياضية. فنقول AOC قياسها هو 180 درجة، وهذه الزاوية AOC يمكننا نكتبها على شكل مجموع زاويتين أو قياسي زاويتين. ما هما؟ AOC يمكن أن تكتب على شكل مجموع قياسي زاويتين، ما هما؟ في الزاويتين هما AOB و B و BOC. إذا خذت هذا القياس وأضفت إليه هذا القياس سيعطيك 180 درجة. يلا سنكتب هذه التفاصيل وسنصل بحول الله إلى الحل بسهولة. يلا نبدأ الجواب الآن. عندنا A و B نقطتان تنتميان إلى نفس الدائرة C، إذن المسافة OA تساوي المسافة OB، وبالتالي فإن المثلث OAB متساوي الساقين في الرأس O، وهذا يعني أن زاويتي قاعدته متقايستان، متفقين؟
لاحظ ديك ديال السؤال الاول ديال استخرج من هذا الشكل زاويه محيطيه والزاويه المركزيه المرتبطه بهذا، راه جاوبنا عليه غير شفويا، متفقين؟ حنا مشينا دروك لما هو اهم الذي سيعطينا المرحله التي ستؤدي بنا الى الفقره المواليه. اذا ما جاوبش كاع على السؤال الاول مشيت مباشره لطبيعه المثلث او اب. نتابع، اي قياس زاويه او ا بي يساوي قياس زاويه او بي اي، زاويتي القاعده كما قلنا متقايستان. نزل شويه نبينها هكذا، ونعلم ان مجموع قياسات زوايا اي مثلث هو 180 درجه، داكشي اللي ذكرنا قبل لحظات. اذا غادي نعبروا عليها بطريقه رياضيه، هي هذه ا او بي زائد او ا بي زائد او بي ا يساوي 180 درجه، متفقين؟ انت الى عندك مشكل فيها انا غادي نرسم لك بسرعه المثلث. ها هو او ا بي، قلنا هذا المثلث متساوي الساقين، هذه زاويه تقيس هذه الزاويه. اذا الزاويه الاولى اللي ذكروهما هذه ديال ا او بي هي هذه ا او بي هي هذه زائد او ا بي، او ا بي هي هذه زائد او بي ا هي هذه، ومجموع قياسات هذه الزوايا هو 180 درجه، متفقين؟ نتابع، يعني او ا او بي زائد او ا بي زائد او ا بي مره اخرى يساوي 180 درجه. لاحظ جيدا ماذا حصل هنا في هذه المتساويه، عوضنا او بي ا هذه عوضناها ب ا او ا بي. لماذا عوض او بي ا ب او ا بي؟ جيد، لانهما متساويتان، هذا القياس شتيهم هو الفوق، او ا بي يساوي او بي ا، لهذا عوضت او بي ا ب او ا بي، متفقين؟ نتابع، او ا بي هذا المجموع او ا بي زائد او ا بي او قياس زاويه او ا بي زائد قياس زاويه او ا بي هي مرتين قياس زاويه او ا بي، جوج المرات او ا بي، متفقين؟ هادشي اللي غادي نكتبو الان. لاحظتيها مزيان، وحيث ان الزاويه او A B هي نفس الزاوية B A C، إذا لاحظت الشكل جيدا يمكن لك ترجع للشكل وتلقى بأن الزاوية O A B راه هي نفس الزاوية B A C، لأن النقاط A التي يمكن لنا نعود نرجعو باش نشوفو الشكل، أنا غادي نوريها لك الشكل. انظر جيدا، الزاوية O A B هي نفس الزاوية B A C، هاي لاحظها في الشكل، الزاوية او ا بي شتيها او ا بي هي هادي، هي نفس الزاوية بي ا سي. إذا إذا قلت الزاوية او ا بي فأقصد بذلك نفس الزاوية بي ا سي، متفقين؟ يلا نعود نرجعو للعمل سميتو المتابعة البرهان. إذا أ أو بي، لاحظ جيدا، أ أو بي ها هي أ أو بي قياس زاوية أ أو بي زائد اثنان، وعوض أو أ بي ب بي أ سي اللي قلنا قبل لحظات، قياس زاوية أو أ بي هو نفس قياس زاوية بي أ سي لأنهما يمثلان نفس الزاوية، متفقين؟
وعندنا الزاوية AOC التي ذكرت قبل لحظات أن زاوية مستقيمة. متفقين؟ ما دامت زاوية مستقيمة إذن قياسها سيكون هو 180 درجة. هاي غنكتبوها. وبما أن قياس زاوية AOC نقدر نكتبه على شكل مجموع قياسي الزاويتين اللي هما AOB زائد BOC. يمكن لك تلاحظهم في الشكل وتكلمت عليهم أثناء الدردجة الأولى حول البرهان. إذن فإن هذا المجموع AOB زائد BOC يساوي 180 درجة. ولدينا ونعود نكتب النتيجة اللي توصلنا لها سابقا AOB زائد 2 BAC يساوي 180 درجة. إذن المجموع الأول لاحظ جيدا المجموع الأول هذا تيساوي 180 درجة والمجموع الثاني شتي بدوري حتى هو تيساوي 180 درجة. إذن اش يمكننا نقولوا على هاد المجموعين هاد الأول والثاني اش يمكننا نقولوا عليهم؟ فعلا يمكننا نقولوا عليهم بأنهما مجموعين متساويين لأن كل منهما يساوي 180 درجة. متفقين؟ يلا نتابع. إذن كما ذكرت المجموع الأول AOB زائد BOC يساوي AOB زائد 2 BAC. متفقين؟ دروكا يمكننا نتخلصوا من واحد القياس كاين في الطرف الأيمن والطرف الأيسر. ما هو؟ فعلا هو AOB. هاو نشطبوا عليه. جيد. إذن اش بيبقى لنا؟ بيبقى لنا BOC تساوي 2 BAC. هاي نكتبوها. متفقين؟ أو 2 BAC يساوي BOC. دروكا بينا باش نقربوا الكتابة اللي عطوناهما في التمرين. أي جيد. إذا النتيجة النهائية هي هذه BAC تساوي BOC على 2. وهكذا توصلنا إلى ما نريد بسهولة. إذن قياس الزاوية المحيطية BAC في هذا المثال أو في هذا الشكل يساوي قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها مقسمة على 2. أو نقول باختصار قياس الزاوية المحيطية BAC يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها. متفقين؟ مزيان. واخا دابا نعاودو نرجعو للشكل ونعاودو نقراو هاد النتيجة في الشكل. يلا نعاودو نشوفو النتيجة ديالتنا في الشكل. ها هو الشكل ديالنا. يلا إذن قبل قليل كنا تنقولوا هنا من عطينا المثال الاول كنا قلنا الا كان القياس ديال هذه 50 درجه شحال وجدنا في هذه في الدردشه الاولى اللي قمنا بها؟ نعم وجدنا في هذه 100 درجه ياك. اذا لاحظ زي جيدا 50 يمثل نصف ديال 100. ها إذن قياس الزاويه المحيطيه بي ا سي هذه هو نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها. متفقين؟ جيد. يلا دروكا نعطيك بعض الأسئلة مثلا وجاوبني. مثلا إذا قلت لك قياس هذه الزاوية هو 120 درجة، قياس الزاوية المركزية هذه هو 120 درجة، إذن كم يساوي قياس الزاوية المحيطية بأس المرتبطة بها؟ جيد هو 60 درجة أي النصف كما أكدنا ذلك بالبرهان قبل قليل. نعود نعطيو شي مثال آخر. إذا قلت لك قياس هذه الزاوية هو 144 درجة. مزيان. إذن كم يساوي قياس الزاوية المحيطية المرتبطة بها؟ هاتي. بالفعل سيكون هو نصفه أي 144 على 2 أي 72 درجة. هكذا 72 درجة. إذن كما ترى
إذا عرفنا قياس الزاوية المركزية يمكننا نعرف بسهولة قياس الزاوية المحيطية المرتبطة بها في هذا الشكل. متفقين؟ نعطيه العكس. مثلا إذا قلت لك قياس الزاوية هذه قياس الزاوية المحيطية هو 35 درجة، إذن كم سيكون قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها؟ بالفعل هو ضعفه، هو 70 درجة. متفقين؟ نعطي مثال آخر. إذا كان قياس الزاوية المحيطية هو 53 درجة، كم سيكون قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها؟ يعني هذه الزاوية كم سيكون هذا القياس؟ جيد، هو ضعفه، أي 106 درجة. إذا كان 53 والنصف ديال 106، راه 106 هي الضعف ديال 53. واضح؟ إذن إحدى هذه الزاويتين أو قياس إحدى هذه الزاويتين يدلنا على قياس الزاوية الأخرى، لأنه عندهم واحد العلاقة مرتبطين بها، أي قياس الزاوية المحيطية بي أ سي هو نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها بطبيعة الحال في هذا الشكل. هذا الشكل اللي اخترت فيه النقط أ و أو و سي مستقيمية، شتيها؟ لاحظت مزيان هذه النقط المستقيمية راه ساعدتنا في البرهان، هي اللي عطاتنا قبيلة الزاوية المستقيمة التي قياسها 180 درجة، هي اللي ساعدتنا بواحد الشكل كبير في البرهان. متفقين؟ يلا نتابع عملا. يلا نسجلوا النتيجة. قياس الزاوية المحيطية بي أ سي يساوي نصف قياس الزاوية المركزية بي أو سي المرتبطة بها، هذه نتيجة ديال التمرين. متفقين؟ والتمرين راه مرتبط بداك الشكل الهندسي اللي فيه اللي يمكن نعتبروه كحالة خاصة، لأن وضعت فيه النقط أ و أو و سي مستقيمية. إذن هذيك النتيجة اللي توصلنا لها يمكننا نعمموها، إنه يمكن تعميم هذه النتيجة كما سنرى في الفقرة الموالية، بمعنى أنه بلا ما يكون عندنا نفس الشكل اللي تعاملنا معه في التمرين، المهم هي تكون بي أ سي زاوية محيطية وبي أو سي زاوية مركزية مرتبطة بها في دائرة، أي تحصران نفس القوس. إذا كانوا تحصران نفس القوس فالعلاقة التي رأينا قبل لحظات واللي ثبتناها بالبرهان تبقى دائما صحيحة، وهذا ما سنراه في الفقرة الموالية. ثانيا كبيرة خاصية، لتكون سي دائرة وبي أ سي زاوية محيطية مر فيها وبي أ سي وبي أ سي زاوية مركزية مرتبطة بها، أقصد بذلك أنهما تحصران نفس القوس. احنا غادي نرسموا هذه الوضعية. هو الشكل ديالنا. متفقين؟ مزيان. إذا نرد البال الآن لهذا الشكل. هذا ما تيشبهش الشكل السابق. علاش ما تيشبهوش؟ لأنه في الشكل السابق كنا خدينا النقط أ أ مع أو مع سي مستقيمية، أي توجد على نفس المستقيم. هذاك الشيء علاش بنينا البرهان ديالنا كامل. اما هنا فوضعية مختلفة عن تلك الوضعية التي عالجناها في التمرين. واضح؟ ولكن الأهم في هذه الوضعية هو أن بي أ سي زاوية محيطية و بي أو سي زاوية مركزية مرتبطة بها. لماذا؟ فعلا لأنهما تحصران نفس القوس الأزرق اللي وضعناه بس. إذن في هذه الوضعية أيضا قياس الزاوية بي أ سي سيكون هو نصف قياس الزاوية بي أو سي، ولو أن الشكل لا يشبه الشكل الذي تعاملنا معه في التمرين. واضح؟ مزيان. غادي تقول لي أستاذ أوكي غادي نديرو تنعرفوا بأن قياس الزاوية بي أ سي هو نصف قياس الزاوية بي أو سي، والشكل كما قلت يا أستاذ يختلف عن الشكل السابق. مزيان، ملاحظة
في محلها. إذن ومع ذلك يمكن لنا نستعنوا بالشكل السابق للقيام بهذا البرهان. أنا غادي ندير كير شفويا، غادي ندير واحد الدردشة قليلة في هذا الموضوع ثم نتابع بلا ما نكتبوا والو. إذن نشوف مزيان، مثلا لو طلب منا أن نثبت بالبرهان أن قياس هذه الزاوية يساوي نصف قياس هذه الزاوية، احنا غادي نرجعوا للشكل السابق، غادي نزيد واحد نصف مستقيم هنا، شتي نصف مستقيم، وغادي نسمي هذه النقطه واحد بشي سميه او. اذا الان اذا نظرت لهذا الجزء تراه يشبه تماما التمرين السابق، لان هذه النقط او ا و او و او مستقيميه. اذا نقدر نقول بان تبقى للتمرين السابق فان قياس هذه الزاويه الصغيره يساوي نصف قياس هذه الزاويه، اليس كذلك؟ ونسجلوها كنتيجه، ونعاودو نجيو ثاني لهذا النصف الاخر اللي كاين لتحت هو هذا هاد الجهه هادي، انظر الى هذه النقط مستقيميه، انظر الى هذه الزاويه مع هذه الزاويه المركزيه المرتبطه بها، غادي تثبتو ثاني بالبرهان بان قياس هذه الزاويه الصغيره اللي عندنا هنا هذه قياسها يساوي نصف قياس هذه الزاويه، يعني نفس الخطه ديال التمرين السابق. اذا انظر إذا كان قياس هذه الزاوية يساوي نصف هذه القياس، وقياس هذه الزاوية يساوي نصف هذا القياس، إن هذه الزاوية الكبيرة A B A C سيكون قياسها هو نصف هذا القياس. متفقين؟ نقدر نعطيو أمثلة، حاضر كي إذا كان هنا 30 بتكون هنا 60، ولا كانت هنا مثلا 40 بتكون هنا 80، إذا قلنا هنا 30 بتكون هنا 60، ولا كانت هنا 40 بتكون هنا 80. أليس كذلك؟ إذا جمعنا 30 مع 40 بتعطينا 70، ولا جمعنا 60 مع 80 بتعطينا 140، وكما ترى 70 هو النصف ديال 140. إذا أردنا أن ننجز البرهان يكفي أن نضيف نصف مستقيم على هذا النحو، يمر من أ و أو ويقطع الدائرة في نقطة سميتها هنا أو، وبالتالي غادي نجاوبوا على التمرين ديالنا بسهوله اعتمادا على نتيجه التمرين السابق. واضح؟ يلا غادي نمحيو هذا الشيء ونخليوه غير الشكل ديالنا. البرهان ما غاديش نكتبه، غادي نديروا غير واحد الاشاره عليه. يمكن ان نثبت بسهوله في هذه الحاله ان قياس الزاويه بي ا سي يساوي مره اخرى نصف قياس الزاويه المركزيه المرتبطه بها. انصغوا الخاصيه. إذا قياس زاوية محيطية في دائرة يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها. متفقين؟ قياس زاوية محيطية في دائرة يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها. يعني احفظ هذه الخاصية مهمة جدا. قياس زاوية محيطية في دائرة يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها. لتكون سي دائرة وبي ا سي وبي ام سي زاويتين محيطيتين. يلا نمر الى الفقره بي صغيره، قبيله راه نسيت كتبت ا صغيره بل بي صغيره. لتكون سي دائره وبي ا سي وبي ام سي زاويتين محيطيتين فيها. متفقين؟ اذا اول شكل اذا كما ترى زاويتان بي A C و B M C محيطيتين في هذه الدائرة. يلا دروكا بعد رسمي الشكل غتجاوبني على واحد السؤال في المنزل، متفقين؟ يلا غادي ننهيو هذه الفقرة بهذا السؤال. يلا غتسجل هذا السؤال في دفتر البحث، متفقين؟ ما غاتسجلوش في دفتر التمارين.
أثبت أن قياس الزاوية BMC يساوي قياس الزاوية BAC. متفقين؟ يلا انتهت هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو إعدادية صفاء مراكش. نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة باش نصحوا هذا التمرين ونمر إلى الخاصية الموالية.